عزيز عليك وفتح حاجات على الكنبه. شويه ايه ده؟ ايه كل ده يا تامر؟ كل ده حاجات لابننا او بنتنا. وده مين؟ لا ده ليا. عشان يعني يساعدني وكده. بص يا ان كيس لو طلع ولد وده برضه من الاحتمالات الوارده فانا جبت له سيف مسدس بليزر بوينتر ورشاش. وان كيس برضه لو طلعت بنت وده برضه من الاحتمالات الوارده فانا جبت لها دبدوب وعروسه وسيف ومسدس بليزر بوينتر ورشاش برضه. لا, لا 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 لو سمحت ممكن سؤال يعني؟ انا اسف معلش نسيتك. لا 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 مش فلوس خالص مش فلوس. لا ما اقصدش. هو انتوا لسه ما خلفتوش؟ لا انا لسه في الشهر الاول. الشهر الاول؟ الشهر الاول وجايب لها الحاجات دي كلها؟ امال لما تبقى في السبح كنت هجيب لها ايه؟ اسانسير؟ انا عندي اربع عيال. اربع عيال؟ عمري ما جبت العيل فيهم حاجه. خلاص خلاص معلش اتفضل. ودي كمان دي. حاضر اتفضل. تصور اربع عيال كل عيل بيستنخ لبس اخوه لما ينشف على الحبل عشان يلبسه وهي جزمه واحده. جزمه واحده لاربع عيال وفيهم بنت لما بتحب تلبسها بتحط لها في يونكا عشان تبقى سابوه. حقيقي شيء لا انساني لا انساني حقيقي. اتفضل. ملوش طاقيه ده. انت بتتأمر؟ مش هتقبل. لكن انتوا ابنكم بسم الله ما شاء الله مولود في بقه معلقه ذهب. اقسم بالله العظيم لو ما طلعت بره يكون واخده منك الحاجه دي ومدياك قصيه اخليك تبقى وليه. ايه ده ايه ده؟ انت من المنطقه ولا ايه؟ من المنطقه. روح خالتك. خلاص انا ماشي. يلا امشي. ماشي. شفت يا تامر؟ اديك عمال تقاطع لحد ما جبت لنا الكلام من اللي يسوى واللي ما يسواش. لا يا حبيبتي انا ما جبتلكيش الكلام. بصي بقى انا جبتلك ايه. ده الشهر الاول. حلوه يا طموره. الله جميل قوي. في منه احمر ده؟ دي جزمه بسترزات وده شنكار وهندخله احلى مدارس يا شويه. بص بص جبت له ايه عشان مدرسه؟ اهدى بس يا تامر اهدى يا حبيبي كده واركز. ايه كل الحاجات اللي انت جايبها دي؟ هو انا هخلف حلوف؟ عندها ودود يا شويه. شويه انا عايز اعوضه عن كل الحاجات اللي انا اتحرمت منها وانا صغير. ودي بقى الحاجات اللي انت اتحرمت منها يا تامر وانت صغير؟ بدله كاراتيه وجزمه ببزابيز. امال عيال سيد اخويا يقولوا ايه؟ ده لو شافوا الجزمه دي ممكن يرضعوا منها. يا شوقية افرحي سيبيني افرح وافرحي معايا. انت عارفه كمان هنفرح اكتر امتى لما يبتدي بقى نقول للناس. في ايه؟ اوعى يا تامر تجيب سيره لحد قبل 3 شهور. اشمعنى 3 شهور يعني؟ لما الحمل يثبت كده ونطمن عليه نبقى نقول للناس. الناس هنيها وحشه وحشه. لا انت كده قلقتيني فعلا. انت ممكن اقول لماما؟ دي بالذات اوعى تجيب لها سيره يا تامر. انت عارف ان امك ما كانتش موافقه على جوازنا ولو عرفت بقى ان انا حامل هتنكد عليا عيشتي وانت عارف بقى ان الزعل خطر عليا. معاك حق. يعني ما اقولش لحد خالص. لو مزنوق قوي يعني كنت تقول لابوك. يعني اكني ما اقولش لحد خالص. تعالى بقى. قلت مش بره ما احبش حد يشدني كده. ادخل بقى. كده ممكن. داليا انا مش عايز اكون هنا. هيثم المفروض شخص كور زيك كده حاجه بالنسبه له زي دي تبقى عادي. بعدين نانسي انت انتي لا يمكن اختارها مجرد ان هي كانت مصاحباك. طب انت جايباني معاكوا هنا ليه؟ انت مش عايز تقعد معاها ليه؟ ها 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 انت لسه بتحبها؟ داليا حبي حبيبتي شقي قلبي. أنا بحبك أنتِ لأنك شكلتي انبعاثي اللي زقلط تكويني الفكري اللي علم في ملكوت أمي. إيه المشكلة؟ أنا كمان كينونتي ليها أكتر من بعد. مجرد ما بسمع كلامك ده تكويني الانفعالي بينزلق. بينزلق؟
طب الحمد لله الحمد لله. بس انا برضو لازم اتاكد ان كل حاجه ما بينكم تحت. دي سهله جدا. هاي everybody. يا استاذ يا انسه يا انا مش قادر احدد موعد بالظبط بس مش مهم. انا بكره نانسي وما بحبهاش وده ليه؟ عشان بتلعب في مناخيرها ورجليها الاثنين شمال وواطيه وحخيره وبتيجي في ميعاد. الحقيقه لسه حالا كنت بشكر فيكي. هيثم بطل الزرك التقيل ده. ها عاوزاني في ايه؟ يعني يا نانسي انا قلت ان انت وحشتيني، قلت لازم ننزل نتقابل ونقعد نتكلم. يعني انت مكلماني امبارح الساعه 4 الفجر عشان وحشاكي؟ اه سوري صحيتك من النوم. لا انا كنت في البيسين الساعه 4 الفجر. كنت واقفه على منط وخايفه انط. اه لايك اول داي. كنت عاوزاني ليه بقى؟ بصراحه نانسي انا جبتك هنا وانا جيت هنا، جبت هيثم هنا يعني عشان نبقى احنا تلاتة عادي مع بعض. قشطة. بس نبقى احنا تلاتة عادي مع بعض ازاي يعني؟ بلاش قلة أدب، أنا قصدي إن احنا نرجع أصحاب تاني، يعني ننسى اللي فات. مش مقتنعة. بس كده ولا في حاجة تانية؟ أنا هكون صريح معاكي. هي بصراحة شاكة إن أنتِ لسه بتحبيني. أنا بحبه ده؟ لا طبعًا. أنا ماشي. بص يا داليا، أنا عاوزاكي تشيل الدهون دي من دماغك. أنا مرتبطة بواحد دلوقتي أول ما قابلته نسيت هيثم تمامًا. دخل قلبي وحسسني بان ذكرياتي كانت مجرد انشطار سرمدي وان الحقيقه بالنسبه لي مجرد واقع. مجرد واقع؟ طب الحمد لله الحمد لله. انا كده ارتحت. وانا هريحك اكتر. ايه؟ هتفلقي من بعضك؟ لا هثبت لها بانك بالنسبه لي مجرد حشره حقيره ونسيتك تماما. هتدوسي عليا؟ لا. هترشي عليا مبيد؟ لا. بس بقى هعرفكوا على هو. ده مبيد حشري؟ ثانيه واحده. شفت ازاي ظلمتيها؟ الحمد لله الحمد لله. بيس يا مريم. هوبا كول بيوتيفول. كانت عندك دي ومالك بتنهار كده ليه؟ ابدا اصل كنت بلعب ضغط بلعب ضغط. قولي لي هو تامر موجود؟ تامر نزل يلعب مع اصحابه. بقول لك يا شوميه انا جايه اسالك سؤال شخصي جدا. يخرب بيتك يا تامر، هو انت لحقت؟ بصي ده سر هيكون بيني وبينك ومش عايزه اي حد تاني يعرفه، ودي اول مره هاتمنك على سر. ما تنقيش حماتي، سرك في بين مخرم. هو انت عارفه طبعا ان البيوت اسرار. انجزي يا حماتي خلصي بقى ما تزهقنيش. طيب اصل عمك عبد الرحمن نفسه ومنع عينه ياكل ملوخيه من ايديا انا، وكنت عايزه اعرف يعني ايه. تم كزبره وسمنه وتشيهم على ملوخيه وتحطيهم في الحله وتقفليها، بس لازم تشهقي. اشهق ازاي؟ كده اهو. اوكي. خدي بالك اوعي تنسي تشهقي، لو ما شهقتيهاش الملوخيه هتسقط. يا حرام. اللهم استعان. تشار عليك تشار عليك تسقط يعني في قاع الحل. ميرسي ميرسي بكم يا حماتي. يا جاهله. هو خريج سيتي كوليدج تجاره محاسبه وبيدور على فكره مشروع. هيثم خريج تاون كوليدج ايكونومي وتجاره وعنده فكره مشروع. هو بيلعب كاراتيه واخد كذا بطوله. ها هيثم واخد بطولات كتيره قوي في البادي بيلدينج. هو متخانق مع مامته وسايب البيت وبيبات بره. عرتنا هوبا. نايس هير اند نايس نيم. يو تو مان ثانكس مان. قول لي بقى ايه المشروع اللي انت هتعمله؟ مشروع مايوهات رجالي سلطاتها وبابا غنوجه. كول يا مان. على فكره انا بدوخ قوي على بال ما بلاقي مايوه مقاسي. فعلا كل المايوهات اللي في السوق اول ما بتتغسل تقوم كشه وقفشه والاستيك يرهل. وما تنساش بتدخل ميه ورمله وسمك صغير. فعلا على فكره انا كمان عندي فكره مشروع انما جامده قوي، حاجه قريبه من كده، شماسي بحر ملونه بمايونيزها وكاتشابها ووايت صوصها. بيوتيفول. بس قالوا لي بقى لازم تجيب تصاريح بقى وحاجات من دي، فانا قلت مش مهم الغي الفكره. هو بقى هيعمل تاتو باسمي على كتفه. هيثم عمل تاتو اوريدي على ظهره. هو ما بيكسرليش كلمه، حتى لسه امبارح مخليه يعدي على واحده صاحبتي وديها الكوافير. حصل.
هوبا احسن من هيثم 100 مره في كل حاجه. هيثم احسن من هوبا مليون مره. جيرلز جيرلز كوم اون مان ليتس جو ليتس جو نيجا. انا احسن منك مليون مره. عرفت هيثم وهوبا؟ انت عرفتي هيثم بس. ها هيثم سيبك لما عرف ان انا احسن منك مليون مره. ها انت ما تجيش شعره فيا. انا ما رضاش ان انت تمسحي لي جزمتي. هو في جزمه على مقاسك اصلا؟ على فكره انا امبارح لقيت محل جزم رخيص جدا. ايه ده فين ده؟ في دماغك. ها انا برضو امبارح لقيت محل حلو قوي. مش هتساليني فين؟ لا عشان عارفه انه في دماغك برضو. انت باخه جدا يا داليا. انا نفسي اشتمك. لو عايزه تشتميني فكري في حاجه جديده لان بجد بقيتي بتقلديني على طول. دمك بيتقى زي وزنك بالظبط. ايه ده؟ انت ضايقتيني بجد. برافو عليكي. بالله يا تامر لو امك عرفت اني حامل نكون سايبه لك البيت. لو سبتي البيت البيبي هيكبر جوه بطنك وهينزل نسيم. خلاص اتهد كده وما تشردليش وانسى خالص ان انا حامل. ماشي بس بعد ما الدكتور يكشف عليكي. دكتور؟ دكتور ايه؟ اتفضل يا دكتور. لا 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 يا ابني بسرعة الله يخليك علشان أنا سايب العيادة مكتظة بالحوامل. هنولدها هنا ولا ننقلها المستشفى؟ هي فين؟ أهي يا ابني بقولك هي فين؟ أهي خلصنا أنا مستعجل. هي فين؟ أهي. ايه التعليق ده؟ ده لسه في الاول خالص. دكتور معلش اسامه انا ما بحبش افهم حضرتك. انا بس كنت عايز حضرتك تيجي تطمن على الجنين يعني نشوف نوعه ايه حجمه قد ايه هينزل امتى طويل ولا قصير كبير ولا رفيع بخيل ولا كريم دمه خفيف ولا تقيل. ايه ده هي الحاجات دي عارف تعملها كمان؟ يا ابني حرام عليك هي دي اللي ناقصه. عايز افهمك حاجه. اي عيل صغير لسه في اولى طب ممكن يقول لك على المعلومات ديت انما فوزي الغوالبي. مين فوزي الغوالبي؟ انا دكتور فوزي الغوالبي يعني تخصص اي ولاده متعثره اخلص فيها توأم ملتصق شغال افكهم لك واساسا مين دي اللي انا هكشف عليها؟ انا انت مهتم بالشغال قوي كده ليه؟ انت كده ضيعت مستقبلك خالص. سيبوني يا تموره سيبوني. شغلت مين يا الدلع عادي؟ يا دكتور من غير سماعه يا سباك من غير بلاعه يا شايب يا عايب يا ناقص يا سافل يا دون ده انت اللي شغال عندنا وبعد ما تخلص كمان يا عيني هيديك اجرتك. يا شوقي يا عيب الراجل بيهزر. دي انا ماشي. حماتي ماما برضه ماشي. ما ينفعش يا دكتور تمشي هتفضحنا. هات الجهاز يا حراميه هات الجهاز. انا لسه ما دفعتش بيت اقساطه. يا نخبيك يا تقلع بره. لا كله الا لالح مش هالح. انا ماشي يعني ماشي. بقولك ايه خش تلقح جوه بدل ما تزيك بالكبشه دي وزي روح على نفوخك. استخبى فين يا سعاده الباشا؟ تحت الكاونتر. تعالى انزل. اتفضلي يا حماتي. ازاي؟ اتفضلي. حلو يا تامر. ايوه انا قاعده كده وليه بتتهزي كده اهو؟ لا اصل احنا جبنا كرسي في المطبخ جديد بسوسته. ضهري ضهري سلامة ضهرك يا حبيبي. كنت عاوزه حاجه يا حماتي؟ بقول لك ايه؟ بعد ما طشيت الطشه وعملت الشقه هحط الملوخيه بقى ورقه ورقه ولا فرع فرع؟ قطع فيها وقطع فيها جامد. بقول لك ايه؟ حط الشجره كلها. اوكي وبعد كده بقى هطش الطشه اشهق الشقه. برافو عليك يا حماد. ميرسي ميرسي يا شوقية. ميرسي فيري ماتش. يا جهلة. ماما يا ابني قلت حاجة يا تامر؟ لا يا ماما اصل الكرسي اللي احنا جايبينه بسوستة فيه راديو كمان. تكنولوجي. حرام عليك كمان عملت لي كرسي بسوستة وركبت لي راديو. انت هتسكت خالص وتهنى كنت هتضيعنا. انا عايز اروح. مش هتروح الا لما تكشف عليها لحسن هديك بالزربيع وبالمفاتيح على دماغك. مين؟ No way you are more than cool man. بوب مارلي ما كانش مجرد نجم. امال ايه؟ قعد اكتر من 20 سنه ما يستحماش. ده انا فاضل لي بتاع 10 سنين كمان عشان ابقى زيك يا حبيبي. انت مش نجم عشان ما تستحماش. عندك حق.
انا هستحمى وهتليف، خصوصا ان انا الفتره اللي فاتت دي ابتديت احس بشويه هرش، ويو نو مان ده سبب الخلاف اصلا ما بيني وما بين امي. امك؟ اه هي الامهات والستات كده محتاجين طريقه خاصه للمعامله من زي ما بنتعامل مع بعض. على راي بوب مارلي نو وومن نو كراي. انت جامد جدا جامد هيثم. انا اتعلمت منك حاجات كتير قوي، في حاجه تانيه ممكن اتعلمها؟ حركه السلطعون الخلفيه. بص بقى انت تقف كده وتزق الحيط وترجع لورا. طب ازق الحيط الاول ولا ارجع لورا الاول؟ زق الحيط الاول. وفي حركه حماده الجانبيه. انا لما بقلدك انت بتضايقيش، انت بتضايقي بس لما انا بكون مختلفه. انا ناوي اتضايق منك، انت عباره عن شظايا منشطره من اجواء ملوثه. انا مش هرد عليكي دلوقتي لما افهم الاول انت قلتي ايه، بس في حاجه مهمه لازم اعملها. كل بص عندي هنا ده ابنك. بس ده مش شبهي خالص. ده ابني. ده النظر كويس، دي اول حاجه بتتكون في الانسان. طب هو ولد ولا بنت؟ والله يا حبيبتي الحاجات دي ما بيبقاش في الاجهزه الحديثه دي، احنا نلم بعضينا كده بالصلاه على حضر النبي ونروح لمزغلول، هي تبص ببطن رجلك وتقول لك بالصلاه على حضر النبي واد ولا بيت. انت هتتمسخر عليا؟ لا 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 لا, لا. انا اقدر يا هانم. طب يلا هوينا. بجد؟ تامر اديله حسنته ومشيه. مش عايز حاجه. امك؟ امي ايه اللي هجيبها هنا؟ لا دي امي انا. هي الست دي لسه عصداني، كل ما اجي امشي الطب علينا. انا عايز هترغي. يلا انا عايز اروح. عايز اروح يا استاذ. حرام عليك حرام عليك. استنى عليك استنى. الجهاز 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 وريت كل عين في الجهاز. اتفضلي يا حماتي. ايه الدكتور عندكم دي؟ لا ابدا مفيش اي حاجه حماتي. كنت عاوزه حاجه؟ كنت عايزه اقول لك ان انا عملت كل حاجه انت قلتيها، يعني قطفت الملوخيه ورقه ورقه، بعد ما حطيتها لقيتها عايمه في وش الميه مش عايزه تخلص ابدا. الزهر كثافتها اكتر من كثافه الميه. كثافتها؟ والله دي حاجه تكسف. هو انت ما خرطتيش الملوخيه؟ لا ما انا هخرطها بعد ما احط الطشه. لا حول الله يا رب. والله يا حماتي انت ربنا بيحبك انك متجوزه راجل في الطراوه. يعني المفروض اعمل ايه؟ انا انت تعملي ايه؟ حضرتك تجيبي الملوخيه وتحطيها في الميكسر وبعدين تشربي عصير بطيخ ملوخيه. الله والله فكره حلوه قوي قوي. وبعد ما اطلعها بقى من الميكسر اشهق الشقه. فريق ميرسي يا شوقيه. شوقيه انا قلت لك ميرسي. ما انا هسيب ابنك بقى هو اللي يرد، انا كل مره بتشد برضه جهله. امشي انا بقى. عارف عارف. تصدق ان انا كنت فاهم ان التوك توك ده سموه توك توك عشان هو ماشي بيعمل توك توك توك. ايه الهيافه دي يا هوبا؟ طبعا لا، سموه توك توك على اسم الراجل اللي اخترعه، مستر توك توك. بيوتيفول. عارف يعني دبليو سي؟ لا مش عارف يعني ايه. نعم انسى كل اللي ما بيننا. اوكي طب مش تسال ليه؟ ليه؟ انا ابتديت افكر بطريقه مختلفه. اوكي اوكي انا موافق. كنا بنقول ايه؟ عندي توك توك في البيت. بليز ممكن اشوفه؟ انت اوفر قوي يا هوبا. يلا بينا على البيت. يلا لف. طيب احنا متشكرين جدا يا دكتور. مش مهم تشكرني، وابقى قابلني لو شفت خلقتي هنا تاني. طب بص قول لي بس اعمل معاها ايه الفتره اللي جايه؟ لا طعمها وحش قوي، لازم اسال شوقي. ترتاح. أهم حاجة عندي الراحة، ما تتحركش كتير. طب هي فضلها قد إيه يا دكتور؟ يعني كلينيكياً 8 شهور. 8 شهور؟ يا حبيبتي يا شوقية. طب أنا أتصرف معاها إزاي في 8 شهور دول؟ عايزك تصبر يا تامر ابني، لازم تصبر. وبعدين هي لو شافتك في الحالة اللي أنت فيها ديت، ممكن حالتها تتدهور. صبرني يا رب. حبيبتي يا شوقية. شفتي ازاي كنتي ظلماني في حكاية نانسي دي؟ ايوه بس هي كانت لسه بتفكر فيك بدليل انها كانت ماشية مع واحد شبهك. مين ده؟ زفت هوبا. هوبا ده شبه انا؟ لا ده انت في التراوة، ده ستايل تاني خالص. هو الواد كول شوية بس يروح فين؟ يروح فين؟ انا كاريزما وعندي مغناطيس بيلم الوزاويز، ده غير ان عندي بايسبس. هيثم. هي مان. اقدم لكم
دودو.